بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربما نكون حكينا المرة اللي فاتت عن البانل الخاص بالببلش وتكلمنا عن المشوار الطريقة اللي ممكن من خلالها تقدر تعمل إيديتنج للبوست تبعك. اليوم إن شاء الله بإذن الله هيكون الكلام بشكل مفصل عن قائمة فورمات والفيتشر إيمج. طيب ايه الفكرة بمنتهى البساطة؟ قائمة فورمات دي يا جماعة مسؤولة عن طريقة عرض التدوينة بتاعتك بناء على الثيم اللي انت مطبقه على الويب سايت تبعك. تاني هقولها تاني، ها الفورمات ده خاص بالطريقة اللي فيها البوست او البيج راح تظهر بناء على الاعدادات الخاصة بالثيم اللي انت مطبقه او التمبلت او القالب اللي انت مطبقه على الويب سايت تبعك. يعني عايزين توضيح. طيب بمنتهى البساطة انا اللي انا عملته الجديد من المرة اللي فاتت على المرة دي اني انا كان عندي تدوينة واحدة، رحت اعمل تدوينة تاني، تمام كده؟ التدوينة دي برضو بمنتهى البساطة رحت حاطط فيها صورة، ودي طبعا مش قصتنا خالص، هنتكلم عن الصندوق ده ان شاء الله باذن الله في خلال لحظات، تمام؟ جيد، اوكي. عايز بقى اوري حضرتك شكل الويب سايت تبعي بعد ما عملنا حبة تعديلات كده. طيب الاولانية دي كانت واخدة تنسيق ايمج، واللي فوق دي كانت واخدة تنسيق اسمه ستاتوس. ايه الفكرة؟ تاني 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 تاني. طيب رجعني الاول بوستس كده، وعايز اوري حضرتك حاجة مهمة جدا. شايف انت قبل رقم التدوينة بتلاقي فيه كده زي ده نوع من انواع الفلترة، دي اسمها ستاتوس، ودي طبعا بتكون عبارة عن ايمج. طيب خليني ارجع لإيديت كده على التدوينة الأولى، وده اللي أنا كنت أقصده يا جماعة، الرمز اللي بيكون موجود قبل اسم التدوينة ده بيدل على الفورمات الخاص بيها، التنسيق الخاص بيها، نقطة ومن أول السطر. لما حضرتك ترجع باك وتروح ضاغط على ايمج، فحضرتك كده بتحاول تعمل فلترة، بتعمل فلترة علشان تعرض كل التدوينات اللي من النوع ايمج، فاهمني؟ طيب جيد، نيجي بقى للقصة التانية. هو ايه الفروق ما بين ستاندرد واسايد ولينك وجالري وستاتيوس وكيوت وايمج؟ بمنتهى البساطة دولت عبارة عن تنسيقات مسبقة للبوستات. يعني ايه؟ يعني ووردبريس بيقول لك لو انت كنت التدوينة بتاعتك ديكور او يعني مرتكزة على ان يكون فيها صورة وصورة مهمة، اختار لها التنسيق ايمج وانا هتولى الباقي. لو انت كان التنسيق بتاع البوست اللي انت كنت هتكتبه ده بيدور حوالين مجموعة من الاقتباسات، خليها كيوت. لو انت كنت بتتكلم عن ستاتيوس او حالة هتوصف نفسك، خليها ستاتيوس. جالري ده لو انت كنت تحط معرض صور، لينك لو انت كنت كور على مجموعة من اللينكات، اصيد وستاندرد وهكذا، فهمني؟ طيب ايه الفروق ما بين الانواع المختلفة؟ ليه القصص دي؟ الفروق بتكون في طريقة العرض. يعني انا مختار التنسيق ايمج في التدوينة رقم واحد، فهمني؟ ده يا جانب. بص بقى على التدوينة رقم اتنين، ها انا مختار لها ايه؟ لو بصيت كده عملت لها ايديت هتلاقيني مختار لها الحالة ستاتيوس، تمام كده؟ جيد. في العرض بقى لو انا عملت ريلود، الفرق ما بين الايمج، بص في الايمج اني بتلاقي ادي ايمج وده التنسيق بتاعها، اما في الاستاتيوس بيحاول يظهر لك زي مربع كده صغير، و ده النسق بتاع الحاله كاني يعني داخل في التشات، فاهمني؟ طيب لو انا جيت اغير مثلا وخليتها ولنفرض كيوت كاقتباس يعني، تمام، وافتح ببلش. ها انت عارف اني دايما بفتح ببلش عشان اعمل ابديت للتنسيقات اللي انا كنت عملتها، على الرغم ان انا ما حطيتش اقتباس في النص، تمام كده، ورحت اعمل ريلود، هلاقي اني دي المره دي اتغيرت، بقيت كيوت وما بيجيش كوت اقصد كاقتباس وما بيجيش فيه البتاع ده، وبيجي يظهر لي الاثنين دول على اساس اني ايه، لو انا عايز اشوف التشات او افتح البوكس بتاع الناس اللي ردت عليا وهكذا، تمام. الجانب ده الجوانب دي كلها جوانب طبعا بتختلف من ثيم لثيم ومن تمبلت لتمبلت ومن قالب لقالب. فايدتها بمنتهى البساطة هي انك تحاول تحدد البوست او البيش بتاعك ده راح يصب في انه او ايه الكور، ايه الموضوع الاساسي اللي راح يتكلم عنه، ووردبريس بيحاول يساعدك في انك تختار التنسيق المناسب من الاختيارات دي.